السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة ضمن مادة تصميم منظومات الري والبزل، إن شاء الله اليوم نكمل محاضرتنا الخاصة أيضا أحد مواضيع طرق الري بالرش السبلنجر إيريجيشن سيستم. اليوم راح ناخذ الووتر ديستريبيوشن بروفايل، طريقة توزيع الماء من المرشات عن الووتر ديستريبيوشن بروفايل فروم سبلنجر إيريجيشن سيستم. عندنا طريقة يسموحنا بطريقة الستاندرد باترن، طريقة الأنماط القياسية لتوزيع المياه من داخل المرشة نفسها. نمبر 1، أما يكون دبل نوزل يعني شنو معناها؟ يعني المرشة مزودة مثل هذا، دبل يعني هذه المرشة اللي تكون بأعلى اللاترال بايب تكون مزودة من الجهتين بطريقة رش، فهذا يسمونها دبل، تمام؟ هذا تسمى بطريقة الدبل، يعني المرشة ما توفر المي من اتجاه واحد وإنما من اتجاهين. هاي أول كيس، أول حالة. الحالة الثانية سنجل نوزل، تكون توفر الماء من اتجاه واحد لكن من الأعلى فقط، من جهة واحدة احنا نسميها، فتصير سنجل نوزل، سنجل نوزل إيريجيشن سيستم. يعني شوف لحظة هاي توفر، تقدر تخليها توفر اتجاه أو الماء من اتجاهين. السنجل لا أغلقهن، التوفير يصير فقط من الأعلى، فهذا النوع الثاني. النوع الثالث single nozzle with vones، اللي هذا صراحة يستخدم بأماكن تشبه عمليات الري بالتنقيط، والتايب هذا التايب E والتايب F النوع الأخير اللي هو دائما theoretical، يشبه عملية الرش لكن تكون سفلية، وهاي ايضا تكون يعني غير مستخدمه كثيرا بالواقع العملي، يستخدموها ضمن التست اكسبيرمنتال، لكن بالفولد وبالفارم بالحقول تفضل الطريقه الاولى اللي هي الدبل نوزل سبرنجلر اريجيشن سيستم، او الطريقه الثانيه السنجل نوزل سبرنجلر اريجيشن سيستم. هسه راح اهم فقره تنتبه لها بعمليه تصميم المرشات. مثل ما نعرف ان المرشه تصميمها يتطلب عندي كما موضح بالصورة، أنا هنا هسا عندي هذه المرشات، إذا أريد أوفر أنا أي مرشة معينة لعملية ري، أي مرشة معينة لعملية ري، المرشة تتطلب من عندك بأول عمل أنه لازم توفر الماء على طول منطقة اللي احنا نسميه الحقل. يعني هسا نجي نوضحها كسكيتش ونجي نوضحها كصورة اعتيادية. لاحظ هذه الصورة اللي هنا، أو هنا هذه الصورة، هذه الصورة اللي هنا، لاحظ هاي الصورة. المرشات هسه هاي نوزل تعتبر، لأن توفر فقط من الأعلى. لاحظ هنا هاي نوزل من الأعلى فقط، مرشة واحدة. لازم ننتبه، احنا سمينا المسافة بين مرشة ومرشة جدد سميناها أسود، لازم ننتبه انه يصير تداخل، يعني مو البعد بين مرشة ومرشة بحيث يولد لك من الداخل بمنطقة السنتر منطقة جافة، لا. هذا يعني اوضح لك اياها كسكتش هنا، مثل ما لاحظ هنا، لاحظ هنا هذا النوع يعتبر غير صحيح للري. يعني هنا مرشة سبرنجلر وهنا مرشة، إذا تركت منطقة بيناتهم جافة، هذه المنطقة إذا كانت جافة دراي ريجون، فهذه الطريقة تكون غير صحيحة بالري. لازم شنو أول شرط كريتيريا؟ أكو تداخل بين المرشات، أكو تداخل بين المرشات. إذا إحنا المسافة سميناها بالمناسبة، هذا الدي يقصد به هو قطر المساحة أو الدائرة المروية بالمرشة، قطر الدائرة المروية بالمرشة. هاي المرشة شقد تروي قطر، هذا يسمونه الدي، تمام عيني؟ والاس 1 هو المسافة بين مرشة إلى مرشة أخرى، تمام عيني؟ هسه هاي هنا واضحة، لكن الحالة الصحيحة إنه لازم يصير أكو تداخل بين المرشات، يعني منطقة اللي هذا يصير بها تداخل، تمام؟ هذا هو الدي وهذا الدي ايضا، فهذا لازم يصير عملية تداخل بين المرشات. فلهنا انا هسه هذه الحالة غير مقبولة، لازم ايضا لازم قيمة الهيد لازم ما يكون هنا نسبة تطابق بشكل عالي، بحيث هذه المنطقة تصير اعلى من الساتشوريتد، فراح تصير عملية خسائر. لازم تكون متقاربة، يعني مو متقاربة الى درجة تكون تداخل اعلى من اللازم، لا، متقاربة الى هذه الحالة، لذلك تعتبر هذه الحالة ايضا غير مقبولة. لازم النقاط كلها تمتلك نفس الهيد، يعني هاي لاحظ هاي المنطقة صار الهيد بالنسبة لها عالي، يعني هاي المنطقة تكون عالية، يعني الري إلها لأن راح يجي من الجهتين، لازم يصير ماكو تداخل إلى درجة كلش كبيرة ولا أكو تباعد،
تمام. فهذه هذا احنا مثل ما نعرف الانبوب الجانبي اللاترال بايب، وهذا الانبوب المرشات الداخليه من داخله تمام عينه. هسه هنا نلاحظ هنا لها تترك نفس الهيد اللاترال، فهنا هاي الدي والاسون، نعرف الدي هو قطر المساحه المرويه بضمن المرشه الواحده. هاي لاحظ هنا هذا اللاترال وهاي قيمه البي. اهم فقره ننتبه عليها بعمليه الري انه طريقه اختيار النوزل وطريقه اختيار الدبل او غير تحددها طوبوغرافيه المنطقه، وكذلك تحددها ايش قد المسافه بين اسون واس، يعني قيمه الاسون اللي هي بين مرشه واخرى، بحيث نضمن احنا ما يصير تداخل ولا تتواجد مناطق جافه. على اساسها تقدر تحدد انت نوع المرشه المستخدمه هل هي دبل او سنجل. تمام، هذا الموضوع طبعا جدا مهم اللي يوضح لك احنا شنو الغرض من عنده بصوره عامه. نريد نجد قيمه الدي كروس مثلا المطلوبه حتى نلبي هاي المتطلبات بصوره عامه. لاحظ هنا هسه هذا السؤال نقدر نحله بنفسه، هو سيلكت بروبل سبرينجلر، هو طريقه نظام الري الثابت السوليد سيت سيستم. هنا راح ناخذ السؤال بشكل تفصيلي اكثر. لاحظ هنا يصير قيمة الري بالرش سيلكت بروبلر سبرينجلر سيستم السوليد سيت سيستم اللي هو نظام الأنابيب الثابت of the following case. إذا عرفت أنت مقدار البيك يوز ريت، معدل استهلاك النبات، يعني شنو معناه؟ معناه دينت إيش قد مقداره؟ 7 ملم بالدي. الآي آي يعني irrigation interval، فترة الفترة الإروائية، إيش قد الفترة الإروائية اللي بين فترة وأخرى؟ 7 day هاي irrigation interval. اللي شنو requirement اللي هي المتطلبات الأخرى، متطلبات الغسيل غير، إيش قد مقدارها؟ 15%. انتبه 15 from منو؟ of the gross depth، من الدي gross. and the average wind speed، إيش قد مقدار سرعة الرياح؟ مقدارها 15 كيلو بار أو كي بار لكل أور. تمام عين. وش قد مقدار الانفلتريشن، معدل الارتشاح الاي ملم بالاور 58 تي، هاي مقاس بالمنت، هاي السالب 0.37، شنو هاي معناها؟ قيمه الان. تمام، معناها هنا منظومات الري تتاثر بمن؟ بالرياح. اول شيء عندك قيمه البيسك انفلتريشن ريت، ايش قد منطي مقدار التغلغل او مقدار الارتشاح؟ منطي قيمته ايش قد؟ 58 تي منت. الشكشع عوض مكان التي منت إذا تذكرونها أخذناها بالمحاضرة السابقة، مطلق الـ 600 في قيمة الـ N. هاي 600 في قيمة الـ N هي هاي الموجودة هنا، وناخذ لها مطلق حتى القيمة تطلع موجبة. تمام عيني. للأس السالب 0.37 هاي قيمتها 7.9 ملم أور. لازم احنا أهم فقرة ننتبه لها، احنا سبقنا وهنا عليها بالمحاضرة السابقة، انه مقدار البيسك انفلتريشن او انفلتريشن بيسك او بيسك انفلتريشن لازم اعلى من الافرج ابليكيشن ريت. تمام عيني. الدور بعد ذلك هو ده ينطيك هنا مقدار البيسك استهلاك النبات بهذا المقدار. اذا يعني شو يمثل لك هذا استهلاك النبات؟ يمثل لك معناها نقص المحتوى الرطوبي اللي هو السويل مويستشر دينستيك، اللي ماخذينه انتم بالمرحله الثالثه، نقص المحتوى الرطوبي اللي هو ريكواير نت ديبث، نعتبره احنا مرات في بعض الاحيان هو نفس الدينت ريكواير، ايش قد مقداره؟ 7 ملم بالدي. في ايش قد مده المده الاروائيه؟ 7 دي، فنضربها في 7 يطلع 49 ملم. تمام عيني. نجي على الليشنج ريكوايرمنت، الليشنج ريكوايرمنت ايش قد مقدارها؟ 15% من الدي جروس. لكن بما انه ما عنده قيمه الدي جروس، فافرضها قيمه الليشنج ريكوايرمنت اعتمادا على الدينت، انطي قيمه اكبر من القيمه المعطاه، لان دينت دائما مقداره اقل من دي جروس. فايش قال هنا نعطيك مثلا الليشنج ريكوايرمنت اذا ما عندك قيمه الدي جروس اللي هو احنا مثل ما نسميه العمق الاجمالي او الكلي، ناخذه بقيمه اكبر. هنا 15 معطاه بالسؤال، تقدر تاخذ الليشنج ريكوايرمنت بالنسبه للدبث تزيد بمقدار 2 او 3 مثلا 17% او 18%. يعني انت تقول اسيوم، تفرضها اسيوم الليتشنج ريكوايرمنت 18% منين؟ من قيمه الدينت. ليش اخذنا دينت؟ لان دي جروس اصلا ما متوفر عندي قيمته. تمام عيني. وناخذها اكبر من القيمه المعطاه بالسؤال. سو الليتشنج ريكوايرمنت ايش قد مقداره؟ 18 على 100 في ايش قد قيمه الدينت؟
اللي وجدناها 49 ملم ونقربها للأكبر وجدنا قيمته طلعت هنا 9 ملم. After that هسا نجي نكمل السؤال، إذا الدينت زائد الليجنج ريكوايرمنت إيش قد قيمته؟ قيمته 58 ملم. تمام عيني؟ قيمة الإفشنسي الكفاءة يعني تتطلب اعتمادا على يعني كقيمة إفشنسي. هسا قيمة الدينت زائد الليجنج ريكوايرمنت وجدنا اللي وش يقصد بيها؟ يقصد بيها هذا احتياج الكامل للنبات، النبات يحتاج دينت وهاي متطلبات الغسيل للتربة. تمام عيني؟ الإيريجيشن إفشنسي شلون أوجدها؟ نجدها من التشارت. أنا راح أوفر لك هذا التشارت اعتمادا على طريقة الري تقدر أنت تحدد قيمة الإيريجيشن إفشنسي من هذا التشارت اعتمادا على طريقة السبرينجلر مثلا وشنو نوع الري الفولت أو فارم حقل بالكامل. تمام عيني؟ نحدده بالسؤال تختار مقدار الأفرج والأفايلبل كقيمة رينج. تمام عيني؟ فهسه ضمن السبرينجلر نحدد قيمة الريجيشن ريت أو احنا نسميه الكفاءة 77%. بعد ذلك احنا عندنا القانون الرئيسي الريجيشن افشنسي شو يساوي لنا بالأصل؟ دي جروس على دينت. أنا أريد أجر دي جروس فيصير دينت على الريجيشن افشنسي فهذه هي قيمته. فقيمة الكفاءة لازم إذا ما متواجدة عندك للإفشنسي اعتمادا على نوع طريقة الري والطريق ونوع المرشة نجدها من الشارت، وبالتالي نجد العمق الكلي أو العمق الإجمالي المطلوب لإتمام عملية الري. هو هذا طريقة توزيع الماء من المرشات بهذه الطريقة. يعتمد أنت أهم شيء تحدد مقدار استهلاك النبات اللي هو الدينت بالإضافة إلى متطلبات الغسيل الخاصة للتربة نسميها الليتشنج ريكوايرمنت. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. إذا عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تراسلنا على القناة. نلتقي بكم إن شاء الله على المحاضرة القادمة. دمتم بأمان الله.